مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة نتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الأندية والصحافة والانتقالات والإشاعات، أخبار اللاعبين أيضا ونتائج أبرز المباريات. رح نبلش مع المباريات التي جرت يوم أمس، كانت في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. كان عنا مواجهتين قويتين جدا، ليفربول استضاف أتلتيكو مدريد على ملعبه في الأنفيلد، وأتلتيكو مدريد كان فاز بثلاثة أهداف لهدفين وأقصى حامل اللقب ليفربول. كانت المباراة درامية جدا، افتتح التسجيل لليفربول فينالدوم في الدقيقة 43، من ثم روبرتو فيرمينو البرازيلي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 94، ثم طبعا عاد النتيجة لأتلتيكو ماركوس يورينتي في الدقيقة 97، وقت ممدد طبعا بعد الضائع بعد الأشواط الإضافية، ثم أيضا ماركوس يورينتي الذي دخل كبديل أحرز هدف ثاني لفريقه في الدقيقة 106، ومن ثم ألفارو موراتا أيضا اللي دخل كبديل أحرز الهدف الثالث في الوقت القاتل في الدقيقة 121، وبهذا يصبح أتلتيكو مدريد ثالث المتأهلين إلى دوري أبطال، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أتلانتا، وأيضا يلي تأهل طبعا من مباراة توتنهام هوتسبيرز ولايبزيج. كان لايبزيج أيضا بروسيا دورتموند كان خرج يوم أمس لأنه لعب مع باريس سان جيرمان على ملعب البارك دي برانس. المباراة كانت بدون جماهير، باريس سان جيرمان فاز بهدفين نظيفين سجلهم نيمار دا سيلفا في الدقيقة 28، وخوان برنات كان سجل هدف في الدقيقة 46، وشهدت هذه المباراة العديد من البطاقات الصفراء، وأيضا شهدت طرد لاعب دورتموند إيميري تشان في الدقيقة 89. ياريت تتخبرونا عن رأيكم في مباريات يوم أمس من خلال التعليقات لو ما كنتم مشاركين معنا في الفيديو يلي عملنا بعد المباريات يوم أمس من خلال بث الحي لصفحة أخبار الآن. أما عن المباريات التي ستجري اليوم، رح يكون عنا مباريات ضمن دور 16 من الدوري الأوروبي. اسطنبول باشاك شهير التركي رح يستضيف كوبنهاجن الدنماركي. إشبيليا الإسباني وروما الإيطالي تأجلت مباراتهم بسبب منع فريق روما من الدخول إلى إسبانيا بسبب فيروس الكورونا. لاس كلينز النمساوي رح يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإينتراخت فرانكفورت الألماني رح يستضيف بازل السويسري. أيضا أولمبياكوس اليوناني رح يستضيف وولفرهامبتون الإنجليزي. غلاسكو رينجرز الاسكتلندي رح يستضيف بار ليفركوزن الألماني. فولسبرغ الألماني رح يستضيف شختر دونيتسك الأوكراني. وأيضا مباراة إنتر ميلان ضد خيتافي الإسباني تأجلت بسبب فيروس الكورونا المتفشي في مدينة ميلانو. إذن ننتقل الآن إلى أخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات واللاعبين والأندية. كان نادي يوفنتوس أعلن عن إصابة مدافع دانيلي روجاني أو روجاني لاعب النادي عبر حسابه الرسمي بفيروس الكورونا، وكان كتب روجاني عبر حسابه على إنستغرام بعد تشخيص إصابته بفيروس الكورونا: أريد أن أطمئن كل من يشعر بالقلق بشأني، أنا بخير لكن في هذه اللحظة أشعر بواجبي في ضرورة توجيه الشكر لجميع الممرضات والأطباء الذين يكافحون في المستشفيات لمواجهة هذه الحالات الطارئة. إذن سلامات لدانيالي روجاني وإن شاء الله بينشفى عن قريب. فيما يتعلق أيضا بهذا الموضوع، وفقا للصحافة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي ستقام بدون حضور الجماهير من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. في خبر آخر،
إدارة نادي إنتر ميلان تقرر دخول الفريق في حجر صحي من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين من فيروس كورونا أيضا. وفي خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، مباراة يوفنتوس وليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مهددة أيضا بالتأجيل بسبب فيروس كورونا. في خبر آخر، وفقا للصحافة الفرنسية، الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد البالغ من العمر 28 عام تلقى العديد من العروض لضمه في الصيف المقبل، إلى أن النادي الأقرب لسباق ضمه حتى الآن هو نادي وولفرهامبتون الإنجليزي. طبعا الجدير بالذكر أنه خميس لم يشارك في أي مباراة في أي دقيقة من اللعب في العام الجديد عام 2020. إذا يريد تخبرونا عن رأيكم في هذا الخبر ومستقبل خميس رودريغيز من خلال التعليقات. في خبر آخر، ووفقا للصحافة، على ما يبدو ناديي إنتر ميامي ونيويورك سيتي الأمريكيين يتصارعان من أجل الحصول على النجم الإسباني دافيد سيلفا، نجم وسط مانشستر سيتي البالغ من العمر 34 عام، والذي سيرحل عن السيتي بنهاية الموسم الجاري لأنه ينتهي عقده مع السيتي. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة أيضا، من يعني احتمال تعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج عقب نهاية مباريات دور 16 لمنع انتشار فيروس كورونا، ليس فقط بين الجماهير وأيضا بين اللاعبين والإداريين في النوادي، لحتى يحدوا من الاحتكاك بينهم. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا الموضوع من خلال التعليقات. هل بتأيدوا إذن تعليق مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا لحين انتهاء أزمة الفيروس، أم بتفضلوا استمرارهم؟ إذن في خبر آخر، ووفقا للصحافة البريطانية، اللاعب الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو قد يتعرض لعقوبة السجن لمدة 5 سنوات على الأقل إذا أدين باستخدام جواز سفر مزيف عند دخوله الباراغواي برفقة شقيقه. نحن بنعرف أنه أول شيء كشفوهم السلطات أنه داخلين بجواز سفر مزيف في الباراغواي، وتم اعتقالهم ووضعهم في فندق على ذمة التحقيق، ثم ثبتت إدانتهم ولم يرضوا بالكفالة التي عرض رونالدينيو وشقيقه أن يدفعوها، وبالتالي الآن هم محتجزين في السجن. إذن في خبرنا الأخير، وفقا للصحافة الإنجليزية، على ما يبدو نادي توتنهام هوتسبيرز يرغب في التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم تشيلسي، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري. توتنهام أبدأ استعداده لتلبية مطالب اللاعب، وعلى ما يبدو العرض يلي رح يقدم له إياه رح يكون عقد يمتد لمدة 3 مواسم. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه الصفقة إذا تمت من خلال التعليقات. هل بتأيدوا انتقال ويليان إلى توتنهام هوتسبيرز أم لا؟ هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أتشكركم كثير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله لاحقا من خلال فيديوهات البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن أبرز مباريات اليوم وأبرز المواضيع. بتمنى لكم يوم سعيد، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.